الكيكة بتاعتنا النهاردة هي كيكة اليانسون. الكيكة عملناها باوند كيك وحطينا لها يانسون حب. مكوناتها بتبقى شوية فيها نسبة زبدة عالية وبيبقى فيها بيض أكتر شوية من العادي علشان تطلع معانا الكيكة مكتومة، ما بتبقاش كيكة فيها خروم أو فراغات. نكهة اليانسون فيها حلوة جدا. عملت لها بعد كده آيسينج فوق على الوش الأبيض اللي انتوا شايفينه ده، عبارة عن حليب وسكر بودرة، وزينتها بحبوب اليانسون والورد المجفف. بدنا نعمل باوند كيك اليانسون. بدنا 200 جرام زبدة، كوب ونص من السكر، 5 بيض، بدنا فانيلا، كوب وثلاث ارباع الكوب من الطحين، ثلث كوب ينسون حب، معلقتين صغار من البيكنج باودر. يا بيكنج باودر يا بيكنج باودر. اوكي يا غدغوتي، يلا بينا يلا بينا نعمل بس وصفة. الوصفة دي طبعا البيض فيها 5، احنا دايما بنبقى 4، بس دي لان زي ما قلت هي باوند كيك. الباوند كيك بتبقى يعني دسمه، خميله خميله هي، ايوه، وبتبقى يعني مكتومه، مش ما فيهاش الفراغات. دي مش زي الكيك العادي اللي نحن بنعمله. لا بس هيك تاخذ وقت اطول بالفرن، بس بيطلع طعمها جميل جدا 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 انها ومع اليانسون كمان. فاللي بيحب اليانسون هينبسط جدا منها. انا بعد ما عملتها فكرت وقلت ليه ما ضفتش برتقان عليها، كانت هتبقى حلوه. ممكن ينسون برتقال. تخيل، صح. طيب هنحط دلوقتي اول حاجه اللي هي الزبده. عندنا الزبده لازم تكون طريه. هو مش الحق علي، الحق على يعني اصبروا علي شويه قبل ما تجيبوا الكاميرا علي. يلا اوكي. طيب غادة، ايش حطيتي بالاول؟ حطيت الزبدة. هجيب بس العجان ده. يا البادل يا الويسك. اوكي، واحد يا الكف. يعني الاثنين شغالين. اوكي. ليه؟ لان دي مش كيكة اسفنجية مثلا. صح. هفضل اخفق كتير في البيض. لا، هي كيكة عادية يعني. صح. فالاول بس الزبده، ولازم تكون بحراره الغرفه. ايوه. وعندنا هنا السكر. طيب هنحط البيض. فانيلا. ايوه. احنا عندنا هنا الطحين اهو، هنحط معاه البيكنج باودر، وهحط معاه اليانسون الحب. اوكي. حب مش مطحون يعني. لا، حب اليانسونة. حب يانسون. حلو. حلو. هلا غير رأيه عبد الله. تمام، ما تخلطي، بدنا نطلع فاصل. عندنا هنا دلوقتي الطحين. الطحين اللي عندنا خلطناه مع البيكنج باودر ومع اليانسون الحب، هناخده نحطه على خليط البيض والزبده اللي عندنا والسكر. نحطهم مع بعض. ادي الخليط بتاع الباوند كيك بتاعتنا. بناخد الخليط ده بنحطه في صينية كيك. أنا حبيت أحطه في قالب الإنجليش كيك. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله بينفش وبيبقى جميل كده زي ما أنتم شايفين. طبعا أنا بس طلعتها وغلفتها بالنايلون ورجعتها تاني بس عشان تفضل طرية أكتر وقت.
هي طب هي اصلا طريه ونكهتها جميله جدا وريحتها ريحتها فظيعه. ايوه هناخدها بقى كده. شو الوضع؟ هحطها كده هنا. دلوقتي حابين نعمل لها توبينج. هناخد دلوقتي عندي هنا سكر بودرة. هاخده هحطه مع انا جايبة هنا كمان حبوب ينسون كده كاملة نحطها على الوش. هناخد السكر البودرة اللي عندنا ده ونبتدي نحط له بس شوية، ما تحطوش كتير، شوية من الحليب علشان خاطر نعمل كده زي آيسينج فوق. ممكن نحط معاه شوية فانيلا لو عايزين، بس الحليب شوية شوية لأن السكر البودرة خداع. يعني بتلاقي كميته كبيرة قوي وشوية حليب صغيرين جدا بيدوبوه. سلام عن جد الكيكة زاكية، يلا وصوا عن جد على قهوة واشربوا معنا قد ما هي زاكية. لازم تعملوها يا جماعة، حتى طعمها شتوي. ايوه طعمها شت. كنا نحكي انا وديما امبارح كانت عامله برضه كيكه بهارات، فعن جد هذه كيكات الشتاء، وانت اليوم عملتيها كيكه شتويه باليانسون. ايوه والله يخرج لك الواحد بيعملها وبتركها على، انا مرات بحب الكيكه تضلها هيك على ترابيزه السفره. على ترابيزه السفره ايوه، اللي رايح واللي جاي بياخد منها. لابسه جاكيت رامي. رامي بيقول طعمها شتوي، يعني لابسه جاكيت الكيكه. ايوه يا رام، نقطه كمان. يا سلام، شكرا يا غدغودة. العفو على ايه، احنا دايما بس حابين ان الوصفات تكون عند دايما حسن ظن الناس دايماً. خلاص يعني احنا هنا ابتدينا، ده بقى حسب ما انتوا عايزين السمك، يعني من اول هنا احنا كده ممكن نستعملها، بس انا عايزاها شوية اخف، وزي ما قلت لكم بس نقط لان النقط كتير بتفرق. اوكي يعني خلاص كده تمام. هاخدها بقى احطها على الوش، مش عارفه احطها دلوقتي ولا خليني اشوف اللي فوق. يا حبيبي خلاص احنا كده ممتاز. ممتاز كده هيك، هاي بالظبط القوام اللي بدك اياه. انا عايزه القوام يكون كده حابينه اقل كمان، انا بحبه كده لانه كده بيبان. يعني بيبقى متماسك نوعا ما. خليها بحط على كيكتي ادوقها مع الايسنج. بنقدر بقى نحط لها احنا اللي احنا عايزينه، يعني بقدر بدل الحليب مثلا اللي انا حطيته بقدر احط عصير برتقال. ايوه مثلا بقدر احط ليمون، بقدر احط يعني اللي احنا عايزينه بنقدر نحطه. مع النكهه بنقدر نحط فانيلا. حلو، بنقدر نحط فانيلا يعني ننكه. بنقدر ننكه اللي احنا عايزينه. هي يعني شوفي اعطى حلاوه، انا دقته حطيت شوي من الايسنج على كيكتي، بعطي هيك حلاوه لطيفه على الكيكه، حبيته زاكي. بحب هاي الطريقه بالتزيين. بسيطه خالص هيك و... هذا الايسنج يا مأمون. بس طبعا لو عملناه بقى اخف من كده ما كانش ايه، ما كانش سحل، كان سحل. ايوه هيك حافظتي على الشكل. احنا كده بس عشان القوام. افضل محافظه على القوام بتاعه. طيب انا جايبه يعني حسيت كده انها هتبقى حلوه مع شويه ينسون حب نجمه يعني اسفه، فهحط لها كده كام ينسونه. كام ينسونه هذا بيسموه الاستارانيس. نجمة ينسون. بالظبط حلو شكله، حلو للتزيين. واو شتوي كده تحسيه. بتعرفي بحب البساطة والكيكات البسيطة زي هيك، يعني أنت ما عملتي إشي بالتزيين، حطيتي هذا شوي الآيسينج وحطيتي على كم نجمة. بالضبط. قد إيه بيطلع حلو؟ قد إيه حلوة شكلها؟ شتوية خلاص. وشوية ورد كده بس نكسر اللون. كم وردة بس كده. برضه هذا بتاكل. ده ورد قابل للاكل من عند العطارين. بيدي شكل حلو قوي وبيكسر اللون. حلو بحبه لتزيين الاطباق كمان انا هذا الورد، هيك بعطي شكل حلو كثير خاصه انه بيتاكل فصحي يعني. خلاص يا سلام يا لولو. ممكن لو نحب شويه
ايوه ايوه لا نحب 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 قوي شويه من الورق بتاعه كده، بيكسر اللون وبيعمل بيعمل جو لطيف يعني.